السلام عليكم ورحمة الله. في المقطع هذا تشوفون كيفية لبس الطرف الصناعي على الأرض والقيام من الأرض بدون أي مساعدة. طبعا شوفوا كيف حتى لبس الطرف الصناعي بالشورت أسهل بكثير من اللبس إذا صار البنطلون طويل. الحين لبست الحاضنة، باقي تثبيتها في المسمار بهالطريقة. ثبت الثاني، شوف الطرف بين من داخل الحاضنة، وثبت الطرف. يعني يجب على المستخدم الطرف الصناعي ما يقوم لين يثبت المسمار في الطرف الصناعي عشان ما يفقد توازنه، ممكن يطيح لا سمح الله. بعدين تقوم. طبعا الحركة دي جلست تقريبا بعد ما مشيت سنتين على بال ما سويها.